إنما الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها فرق ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وتنا إخوة الإيمان والإسلام استكمالا لهذه الليلة القرآنية المباركة كريما لروح كريمة فاضت إلى رب غفور رحيم أعيشوا أياكم ترحب هذه التلاوة القرآنية المباركة مع الصوت الذي زاده الله جمالا مع دقة الأداء قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العرب والعالم الإسلامي وفخر قراء محافظة البقالية والمقيم بميت ناجي مركز ميت عمر فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي أدعى الله له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتق
حدوده يذكله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن خالدين
وذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت فأمسكوهن في البيوت
على سيدنا النبي. فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا يا سيدنا ما شاء الله.
وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا
مبينة. إلا بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وعاشروهن بالمعروف وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى
بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا إنه كان فاحشة
فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم من أصلابكم وأن
رحيما والمحصنات من النساء صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أجزاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. ويا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحظة والسراء ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. ولو أن للمرء لم تلبس ثياب من التقى تجرد عريانا ولو كان قاسيا. ولو أن الدنيا تلوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى لعلمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا فرح هذه التلاوة القرآنية المباركة مع الصوت الذي زاده الله جمالا مع دقة الأداء قارئ الإذاعة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بميت ناري مركز ميت عمر فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشير. نقلناها لكم عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحج سمارة فوزي وأولاده والمقيم بميت ناري مركز ميت عمر. أيها السادة شكر الله مسعاكم جميعا.